جمال كريمي بن شقرون، نائب برلماني مستشار جماعي بمقاطعه باب المريصه، رئيس لجنه التعمير والبيئه. خطاب ملكي اليوم جدد رمزيه ودلاله اللحمه القويه التي انبنت بين العرش والشعب في المسيره الخضراء المظفره. هذا الحدث التاريخي الكبير والهام الذي انبهر له العالم على طريقه واسلوب تنظيمه والعدد الهائل من المواطنين والمواطنات الذين ذهبوا طواعية من أجل تحرير الصحراء وجلب الوحدة الترابية من خلال أن الصحراء مغربية وأن ترابها لا يمكن أن يمس، وأنهم عازمون كل العزم على التضحية بالغالي والنفيس من أجل هذه البقاع الطاهرة في بلادنا. كذلك على مستوى دلالات هذا الحدث الوطني من لما له من رمزية في نفوس جميع على مدار 44 سنة، ناشئ اليوم، شبابنا، تلاميذ ديالنا، طلبة، الباحثين في هذا الحدث الذي علينا أن نعزز مكانته، لأنه يرسم آفاق الوطنية الصادقة والوحدة التي يجب أن تنبني بين الشعب والعرش. خلال الخطاب فيما يتعلق بمنسوب التنمية الذي عليه أن يتعزز أكثر نحو جهات سوس ماسة ونحو الجهات الجنوبية، عندما تكلم عن إحداث خط سككي جديد ما بين مراكش وأكادير، وكذلك طريق سيار ما بين أكادير والداخلة، إلى ما يمكن أن يرسم أفق واعدة في التنمية ببلادنا التي عليها أن تبرز أكثر وأكثر لترسم فعلا مبدأ دستوري كبير وهو العدالة الاجتماعية، العدالة المجتمعية. حضرنا اليوم الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، واللي كتجي تخليدا لذكرى 44 المسيرة الخضراء. في هذا الخطاب ذكر صاحب الجلالة بالقيم اللي كنستشفوها كاملين من هذه المحطة التاريخية، ولعل أكبر يعني درس لهذه الملحمة بحال اللي ذكر صاحب الجلالة هو التحام بين الشعب والملك في جميع المحطات ديالو، ولعل اليوم هذا الالتحام وهذا الالتفاف حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس لا هو إلا صورة من صور ديال الروح ديال المسيرة الخضراء. وذكر صاحب الجلالة بالمجموعة من يعني المشاريع البنيوية التي ستعطى الانطلاقة ديالها عما قريب، واللي كتخدم الجهوية الموسعة، وركز على جهة سوس ماسة والدور المهم اللي ممكن أنها تلعبه. وذكر طبعا بعدالة القضية الوطنية ديال الوحدة الترابية ديال المسيرة الخضراء، وذكر طبعا الحضور ديال يعني الحضور المهم جدا ديال المغرب في حضن القارة ديالو، قارة أفريقيا، وبالمجموعة ديال الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعني إلا كان عندها شي يعني تعبير، إلا كان عندها شي قراءة، فهي مدى قناعة مجموعة ديال الدول في أفريقيا بعدالة قضيتنا. وذكر بأن المغرب ما زال مخلصا وما زال يعني كي ينهج يعني النهج السلم في حل الإشكال ديال الوحدة الترابية. وطبعا يعني محترما للمنظمات للأمم المتحدة والمجلس ديال المجلس الأمن، فكنظن بأن المغرب خطى خطوات واسعة وكبيرة جدا وأقنع العالم بعدالة قضيته، وهذا طبعا بفضل المجهودات اللي كيقوم بها صاحب الجلالة نصره الله، وطبعا والالتفاف ديال الشعب حول الملك ديالو، ورفعهم رفع هذا الشعب لشعار المخلد ديال الله الوطن الملك اللي به ان شاء الله مستعد انه يمشي في المسيره النماء خلف الملك ديالو. وشكرا.